تفرضي على ابنك شيء فوق طاقته لا ذكر بكتاب الله ولا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يا أختي يا أم بشير، تعدد الزوجات أمر ممكن وما عليه خلاف، لكن بشرط واحد هو العدل بين الزوجات. ابنك بشير الله يسلم لك يا قال لي ما رح يقدر يعدل إذا تجوز، فأنت بدك يكون ابنك آثم ويتحاسب أمام الله على شيء ما له طاقة فيه. ردي علي يا أختي، بدك ابنك يكون آثم ويتحاسب؟ لا يا شيخنا، الله يرضى عليه دنيا آخر. آمين، الله يرضى علينا جميعا، فمشان هيك ارضيه عنه وتركيه على راحته. مثل ما بدك شيخنا. شو يا أختي؟ رضياني عنه؟ رضياني يا شيخنا، الله يرضى عليه دنيا آخر، رضى قلبي وربي. الله يجزيك الخير. خطري يا ابني، خلينا نطلع. ما شاء الله. استغفر الله العظيم، أنا بدي الله يعزك. يا الله، تفضل شيخي تفضل. يلا يلا. الله يجزيك الخير يا رب. وإياكم، أنت يا ابني لا ضلت تعاند أمك، تعال معها بالحسنى. يا شيخي الله وكيلك، لا عم عاندها ولا شيء، بس هي راكبة راسها إلا بدها تجوزني. هلا مشي الحال بإذن الله. رجع لعندها وخذ الرضا. وخلي زوجتك كمان تاخذ الرضا. وادعي وقول يا رب تجعل بيننا المودة والرحمة. آمين يا رب. مو بس بين الزوج والزوجة، المودة والرحمة بين الأهل كمان لك ابني. بين كل الناس، المودة والرحمة بين جميع خلقه. فهمت لك ابني؟ لا كان شيخي، يا ريت كل الناس بتفكر مثلك. يلا، السلام عليكم. وعليكم. رضياني يا عمو. رضياني يا حبيبي، رضياني. الله يخلي لي إياك يا رب. يا عمو. جميلة بنت بتعجبك وبتحبك كتير وبتحترمك، وإذا غلطي سامحيها لساتها صغيرة. سامحتي يا عمي، والله مسامحتها. جميلة، جميلة، ربي الله يرضى عليك. سامحيني ملك عمي، إن شاء الله تسامحيني. الله يرضى عليك يا بنت، الله يرضى عليكم، ولك أنت بسعر بنتي والله.